ربما تساؤل آخر أستاذ عطار، ما هي توقعاتكم لأسعار النفط مع نهاية سنة 2021 والثلاثي الأول من سنة 2022؟ نظن السعر رايح يبقى في حوالي 80 دولار، ما يطلعش أكثر، ما يمشيش أكثر، يعني هذا خلال السنة هذه. نعم. رغم هناك دراسات تقول أنه سيصل إلى 120 دولار، بعض الدراسات الروسية بالدرجة الأولى. هذو اللي يقولوا 120 كأنه عندهم الخبر، يعني كيفاش ما ننساش الوباء. الاقتصاد العالمي راه في خطر، وماشي راه في موجة رابعة. نعم. ممكن موجة خامسة. كاين بلدان اللي راه غلقوا الحدود نتاعهم الان حاليا، وما ننساش باللي كاين الغاز الطبيعي ثاني كذلك. اتصل